احنا اليوم في اطار التحسيس واطار التوعيه من اجل المساهمه لانجاح هذه التظاهره ان شاء الله، وندعو الجميع للاقبال على التلقيح لانه اصبح ضروري ومهم لمواجهه كوفيد. الهدف من الحمله التحسيسيه هو هدف توعوي وارشادي من اجل يعني انه نقنع المواطنين، وخاصه في ظل يعني الاشاعات الكبيره اللي راهي قاعده تنتشر على هذا اللقاح. في هذا الاطار هذا نعلم جميع المواطنين باللي ولايه ام البواقي لقحت عدد كبير جدا من المواطنين، والحمد لله ما كان حتى مضاعفات. نتمنى انه المواطنين يكونوا واعيين باللي احنا الدوله وصلت اللقاح، وانه ما عندناش حل باش نتخلصوا من هذا الوباء غير اخذ اللقاح.